السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، وحييكم وأقرأ على حضراتكم هذه النشرة التي أستهلها كالعادة بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأهم العناوين. اجتماع تشاوري مع اللجنة العلمية لتنشيط الاستجابة لوباء كورونا فيروس كورونا. دوليا الهند تسجل رقما قياسيا عالميا في إصابات كورونا. إذن أهلا بكم. تتواصل برقيات التهاني والتبريكات التي يبعثها قادة رؤساء الدول وحكومات البلدان الشقيقة والصديقة وشخصيات الهامة، إضافة إلى رؤساء المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والعالمية على رئاسة الجمهورية، على خلفية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لفترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات. وفي هذا الصدد وفي هذا الإطار تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة من رئيس جمهورية كينيا السيد أوهورو كينياتا. وقال كينياتا في برقيته بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جيبوتي: يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بأحر التهاني وأصدق التمنيات لكم بالتوفيق في مهامكم السامية وتحقيق تطلعات شعبكم والمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث رئيس الوزراء الياباني برقية مماثلة إلى رئيس الجمهورية عبر فيها مزيدا من التقدم والازدهار للشعب الجيبوتي وفور الصحة لرئيس الجمهورية. كما بعث أيضا برقية مماثلة رئيس بوتسوانا والرئيس الباكستاني لرئيس الجيبوتي. في إطار الاجتماع الهام مع مجمل المسؤولين وممثلي الدوائر الوزارية والأقسام العاملة والداعمة لأنشطة البلاد في مكافحة كوفيد-19، ترأس دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد صباح اليوم في قصر الشعب أشغال اجتماع تشاوري هام يهدف إلى تعزيز استراتيجية مكافحة كوفيد-19. ولحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع عدد المصابين وضحايا كوفيد-19 في العاصمة، حيث سلطت المحادثات في هذا الإطار الضوء خلال الاجتماع حول ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التبادلات والآراء من أجل إعادة إطلاق البرامج عبر مضاعفة الجهود والتنسيق بشكل مشترك بهدف تقليص كوفيد-19 في البلاد. هذا وشارك في هذا الاجتماع وزير الصحة السيد محمد ورسام ديري، ووزير الاتصالات السيد رضوان عبد الله بهدن، وزير الميزانية السيد عبد الكريم آدم، والأمين العام للرئاسة السيد محمد عبد الله، إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتوزيع لقاحات كوفيد-19. هذا وتم اختيار اللجنة تضم أطباء من كبار المسؤولين الإداريين الصحيين مكلفة بتعزيز استراتيجية مكافحة كوفيد-19، وسيتم تعزيز الدعم للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس. وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد رضوان عبد الله بهدون أدلى بتصريح للوسائل الإعلام عبر فيها عن استنكار ورفض بلادنا الاتهامات الموجهة إليها من قبل وزير الإعلام الصومالي. أطلق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود اليوم المرحلة الثانية للحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19 في الوسط التعليمي. وأجرت الحملة في مقر الوزارة بحضور الأمين العام للوزارة السيد محمد عبد الله مهيوب ومدير العام للتعليم السيد عبد درر، إضافة إلى كوادر رفيع المستوى من الوزارة. هذا ويستفيد كل يوم مجموعة من 100 إلى 200 معلم من هذه الفحوصات الطبية لكوفيد-19، حيث سيستفيد المعلمين غير المصابين بالفيروس من الجرعة الأولى من التطعيم. وحصل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني على الجرعة الثانية للتطعيم ضد كوفيد-19، وبعد ذلك المعلمين وكوادر الوزارة. هذا وقد أشرف الوزير على حسن سير هذه الحملة الوطنية ضد كوفيد-19 في الوسط التعليمي.
الجدير بالذكر أن جمهورية جيبوتي هي من بلدان الأوائل في المنطقة التي بدأت بعملية التطعيم للمواطنين ضد وباء كوفيد-19. يعلن مجلس بلدية مدينة جيبوتي بكل أسف عن كسر وتدمير الأثاث الحضري التي تم تركيبها مؤخرا في الشوارع الرئيسية، ومن بينها السلة التي يتم فيها وضع النفايات الخفيفة للمشاة في وسط المدينة، وذلك في شارع أثينا. هذا وقام شخص بحجة أن هذه الصناديق المخصصة برمي فيها القمامات تعيق برامجه التجارية، قام بتدميرها. زاد وطلبت عمدية مدينة جيبوتي من المواطنين الكرام، تطلب من جميع المواطنين والمقيمين على الأراضي الوطنية الحفاظ على هذه الصناديق. في إطار الحد من الانتشار السريع لكوفيد-19 وتقليص عدد المصابين بالفيروس في البلاد، قامت السلطات المحلية في منطقة تاجورا بمضاعفة الجهود الهادفة إلى وضع إجراءات وقائية واحترازية أساسية بغرض تفادي أي شكل من أشكال الانتشار السريع للوباء في المنطقة. وفي هذا الصدد تم تعبئة فريق لمراقبة وفحص المقيمين في هذه المنطقة، أي في بالحدود بالحو الحدودي، كما تم توفير نظام الوقاية من كوفيد-19 على 9 كيلومترات من المدينة البيضاء من قبل الجهات المعنية. ونفذ المركز الصحي والاستشفائي في تاجورا بالتعاون مع القوات في المنطقة أو القوات المسلحة والشرطة عمليات اختبارات طبية لفحص مستخدمي الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة، وذلك لضمان سلامة مستخدمي هذه الطرق من الفيروس التاجي. هذا وأوضح والي الإقليم السيد حسن الدابلي ورئيس المجلس الإقليمي على ضرورة استخدام الإجراءات الوقائية واحترامها خاصة في المطاعم وفي جميع الهياكل التي تقدم الخدمات المركزية. وفي هذا الصدد إذن وفرت لسكان أماكن لغسل اليدين، وذلك لتجنب انتشار هذا الفيروس. إذن أعزائي المشاهدين، والآن ننتقل إلى الساحة الدولية وتحديدا إلى الهند. أعلنت الهند تسجيل نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة يومية في العالم. والموجة الوبائية الثانية التي تعزى إلى متحورة مزدوجة للفيروس وإلى التجمعات الجماهيرية التي سهلت العدو، سلطت الضوء على إذن ارتفاع عدد المصابين. وأبلغت وزارة الصحة الهندية عن 314,835 إصابة جديدة، وهي حصيلة يومية لم يسبق أن سجلها أي دولة في العالم من قبل. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء، إلى 15.9 مليون. وبلغ عدد الوفيات 2074 خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 184 ألف وفاة جراء كوفيد-19. مع ذلك لا يزال عدد الإصابات والوفيات بالنسبة لعدد السكان في الهند أقل بكثير منه في بلدان أخرى. إذن أعزائي المشاهدين، بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشرة. إلى اللقاء.